فتح ملف فيرار مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية في تركيا وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، فتح الباب واسعا أمام التساؤلات بشأن العملات الرقمية. هل سيتطور هذا المجال؟ وهل فعلا هذا القطاع آمن للاستثمار؟ وما الذي يمنع تكرار ما حدث في تركيا في أماكن أخرى من العالم؟ في أول إجراء بعد حظر البنك المركزي التركي التعامل في العملات المشفرة، أصدر القضاء مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فرا وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين. الشرطة التركية نفذت عمليات دهم ضمن القضية أوقفت على إثرها 62 شخصا لاحتمال ارتباطهم بشركة ثوديكس التي يترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير. وكالة أنباء دوغان الخاصة أفادت بأن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية، ونشرت الشرطة صورا له أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار اسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها توقعت مصادر أن تكون ألبانيا. تعليق التعامل مع منصة رجل الأعمال أوزير جاء بعدما نشرت المنصة رسالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج إلى 5 أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. منصة التداول بالعملات المشفرة التي أسسها أوزير أغلقت في الوقت الذي لا يزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر. حذر مراقبون من تداعيات خطيرة لها على أسواق المال التركية عند إعادة افتتاحها يوم الاثنين. لمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي والخبير الاقتصادي، وعبر خدمة سكايب من بيروت الدكتور بول مرقص الأستاذ في القانون الدولي. مرحبا بكما سيد يوسف كاتب أوغلو. أبدأ معك في البداية بعد هذه العملية التي حصلت في تركيا، الآن ما مصير ربما الشركات الأخرى أو العملات الرقمية الأخرى التي تأخذ مكانا في تركيا؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم والسادة المشاهدين. طبعا هذه الحادثة تلقي بظلالها بقوة على أن تركيا دائما وما تزال هي ضد أن يكون هناك تعامل بالعملات الإلكترونية أو العملات المشفرة أو الرقمية، نظرا لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنها لا توجد هنالك مرجعية يتم الرجوع إليها في حال كان هنالك خلل في إدارة هذه العملات والأموال. ثانيا بأن قوانينها غير واضحة وغير منضبطة. ثالثا والأهم من هذا كله، في حالة حصول أي خلافات أو أي انتهاكات فلا يمكن الحديث عن إمكانية ضمان وأمان من أودع هذه الأموال. لذلك تم الآن توقيف العمل بهذه العملات الرقمية أو المشفرة، وتوقع أن هذا سيشمل جميع المؤسسات ليس فقط مؤسسة واحدة، وبالتالي سيكون هنالك يجب ضبطها وفق قوانين محددة. هنالك مسؤوليات ومرجعيات لبحث كيفية آليات التعامل مع هكذا. إذن تقول بأن تركيا ستمضي لإغلاق هذه المؤسسات جميعا التي تتعامل بالعملة الرقمية؟ نعم، سيكون هنالك أطر واضحة تضمن أن لا يكون هنالك غبن للمودعين وهم بالآلاف بل بمئات الآلاف، كما رأينا 391 ألف مودع تم الآن غدرهم وتم الآن النصب عليهم. نعم دكتور بول، ضيفي من بيروت، السؤال الأكبر يعني إذا حصل هذا الأمر في تركيا، ما الذي يمنع أن يحصل في أي بلد آخر؟ نحن نتحدث عن تركيا، بلد قوي اقتصاديا وله حضور دولي كبير، وقد يعني حصلت هذه العملية عملية الاحتيال الكبرى، ما الذي يمنع بأن تتكرر في أماكن أخرى ربما لا تقل عن شأن تركيا الدولي؟ ليس ما يمنع أن تتكرر هذه العمليات في بلدان أخرى، لأن القواعد التي تستند إليها العملة الرقمية هي قواعد يعني غير محددة وغير مقوننة وغير مضمونة بمعنى المخاطر المصرفية التقليدية التي نعرفها والتي تنظمها اتفاقيات بازل، وبالتالي فإن الضمانة لدى البنوك المركزية غير متوافرة. الضمانة في القوانين الوضعية المحلية ليست متوافرة، وأيضا بالنسبة للقوانين الدولية هذه العملة
هي استثمار ربما يكون مربحا ومغريا وسريعا، وربما يحمل أيضا أفقا ويلبي طموحات المستثمرين، لكنه في المقابل يتخذ صفة المخاطر العالية. وبالتالي فإن حدوث هكذا انتهاكات من قبيل الاحتيال أو القرصنة أو فائض المخاطر مقابل الإيداعات الرقمية يحتمل معه خسارة كبيرة للمودع المستثمر. ولكن ماذا عن البلدان التي تستضيف مثل هذه التعاملات؟ يعني نتحدث عن ملياري دولار عملية احتيال شهدتها تركيا، بالتالي هل سيتعلم الآخرون من هذا الدرس الذي حصل في تركيا ويقومون بإجراءات من وجهة نظرك معينة حيال التعامل بهذه العملات؟ أم أن الأمر سيبقى على حرية الناس أو المستثمرين؟ ما يريد أن يستثمر فليفعل ويتحمل إمكانية الخسارة. نعم، هذا طبعا سيعطي دروسا، لكن قد حصل ذلك في أكثر من موقع ومن دولة ولم يؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة الاستثمارية غير المنظمة وغير المضمونة النتائج، على الأقل بالحدود الدنيا للمخاطر المصرفية أو ما يعرف بالريسكس في عالم دراسة المخاطر. وبالتالي نعم سيؤدي إلى ربما انكماش في التعاملات حول هذه العملة الرقمية، لكنه لن يؤدي إلى نهاية هذه الظاهرة الناشئة والآخذة بالتطور، أسوة بالحوادث الأخرى التي حصلت ولم تثني المستثمرين. نعم أستاذ يوسف كاتب أغلو، الآن كما قال ضيفي من بيروت بأن هناك حوادث سابقة قد حصلت ربما مشابهة لعملية احتيال باستخدام هذه العملات الرقمية، تركيا كما قلت قبل قليل بأنها ماضية بإيقاف التعاملات بشكل تام وفق آلية أو أطر معينة، ولكن ماذا عن البلدان الأخرى؟ برأيك لماذا لا يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ يعني هل هناك استفادة من تلك الدول لإبقاء مثل هذه التعاملات على أراضيها حتى وإن كانت خطيرة؟ طبعا لا ننسى بأن المعادلة الاقتصادية المعروفة عندما تكون هنالك أرباحا عالية في أي تداولات اقتصادية يكون هنالك مخاطر عالية أيضا، ولكن عندما يكون هنالك مخاطر عالية وهنالك غبن في قضية هكذا التعاملات يجب أن يكون هناك روادع تمنع هكذا الأمور بغض النظر عن قضية الربح والخسارة. لا ننسى بأن الآن ما نراه هو تعامل على نظام الميكرو إيكونومكس وليس على نظام الماكرو، يعني الشريحة المستهدفة هي الشريحة ما تسمى من بي تو سي، من البزنس إلى الكونسيومرز أو المستهلكين المباشرين الذين لا يملكون المعلومات الكافية في قضية كيفية حماية حقوقهم، وبالتالي هذه العلاقة يجب حفاظها، إذا لم يكن هنالك قوانين تحفظها يجب منعها. الكثير من الدول تخاطر أو ربما هي لم تنتبه إلى الآن إلى حجم المخاطرة الكبيرة الموجودة، وربما هذا له علاقة بالفساد المالي والإداري في بعض الدول هنا وهناك، ولكن المحصلة أن هنالك غبن حقيقي وأن هنالك الكثير من النصب والاحتيال لمن هم يعني يطبعون في أرباح سريعة وكبيرة وعاجلة، ولكن لا يعلمون مدى الخطر الذي ممكن هي أن يحيط بها. لذلك يعني تركيا ما تحصل هذه أن العلاقة بين هكذا استثمار بين البحث عن الربح السريع وإمكانية أيضا الخسارة الكبيرة وتكون كما يعبر عنه بالقمار، يعني شيء يشبه الدخول بمثل هذه المقامرة. ولكن سيد يوسف أريد أن أسألك عن المتابعة القضائية لما يقومون بعمليات الاحتيال هذه. الآن تركيا مثالا، هذا الشخص قد هرب، خرج بشكل قانوني من المطار، كيف يمكن وفق الأطر القانونية أن تتم ملاحقة هذا الشخص؟ ما تم عمله يا سيدي، تركيا دولة قانون وقضاء، والقانون والقضاء فوق الجميع، ومنذ هروبه في خلال أقل من 24 ساعة تم رفع القضايا المتعلقة به من خلال المغدورين الذين سلبت أموالهم، وبالتالي القضاء التركي رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية التي قامت بتعميم نشرة في الانتربول الدولي، هو ذهب من اسطنبول إلى تايلاند ومن تايلاند إلى ألبانيا،
ووزير الداخلية التركي سليمان سويلو قام بمهاتفة نظيره الألباني في ألبانيا والمطالبة بتسليمه بأسرع وقت ممكن، وتم تحديد مكانه والقبض عليه، ربما يكون عبارة عن مسألة وقت قصيرة جدا. لذلك دائما حبل الكذب قصير كما يقولون، وحبل الجرائم والسرقات أقصر، هذا لن يستطيع أن يفلته من العدالة. طيب، وسيتم إعادته إلى تركيا ومحاسبته وفق القوانين التركية. دكتور بول، تعرف بأنه قيمة البيتكوين ربما أمس أو أول أمس قد هبطت عن دون $50,000. هناك توجه أيضا في أوروبا لإصدار يورو بشكل العملة الرقمية. هذا التوجه الجديد لاستخدام هذه العملات مثل هذه الحادثة التي حصلت في تركيا، هل سيبطئ من المضي بهذه الإجراءات برأيك؟ لن يبطئ على نحو مباشر، لكنه سيؤدي إلى الاستفادة من هذه العبر. إلا أن التجربة الأوروبية الصاعدة اليوم هي أيضا يعني استبقت وتداركت مستوى المخاطر المحتملة، وتريد لهذه الظاهرة التي اكتسبت فعلا إقبالا شديدا من قبل المستثمرين ووعودا يعني طموحة، فعلا أن تنظم وتؤطر هذه الظاهرة بما يخفف من مخاطرها ويؤدي إلى احتياطات في الرأسمالة مقابل هذه الاستثمارات. كيف يعني لو ضربت لنا مثلا دكتور لو سمحت عن آلية مثل هذه الضوابط التي يجب أن توضع، خصوصا وأني سألت قبل قليل ضيفي من اسطنبول عن الآلية المتبعة لملاحقة هذا الشخص الذي هرب من تركيا لجهات أخرى أو لبلدان أخرى؟ سأجيبك على الجزئية الأولى، لكن دعني هنا من حيث وصلت سيدي تفضل أن أقول لك أيضا أنه حتى لو لحقت قضائيا الشخص المرتكب هذا أمر جيد وحميد، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى إعادة أموال المستثمرين، لأنه ليس ثمة من احتياطات مكونة أو مؤونات لدى المصرف المركزي التركي مثلا أو سواه من الجهات الضامنة أي إساءة أمانة أو احتيال أو عمليات تبييض الأموال التي يمكن أن تجري وراء هذه الاستثمارات من العملة إذا أردت الرقمية التي تسمى كذلك. وبالتالي فذلك اليوم تتدخل الدول ومنها الاتحاد الأوروبي في سبيل إصدار ما يسمى ديركتيف أو نظم معينة بسبب الإحاطة المطلوبة لهذا الواقع الاستثماري الذي يجب التعامل معه، وبالتالي يجب عدم إنكاره ولا يمكن القضاء عليه بمجرد أن دولة ما تريد إقصاء هذه التعاملات. هذه التعاملات موجودة، وهذه التعاملات قد أثبتت أنها عادت بالربح على كثير من المستثمرين الذين لا يمكن إقلاعهم بأنها يعني غير ذات فائدة. يجب تنظيم وتصدي الدول قطبة بموجب تعاون دولي وقوانين دولية وقوانين محلية واحتياطات أمام المصارف المركزية وهيئة أسواق المال في كل دولة كي تنظم هذه الظاهرة. إذن هناك إجراءات وآلية تنظيم يجب أن تضبط مثل هذه التعاملات. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت دكتور بول مرقص، وكذلك أشكر ضيفي من اسطنبول يوسف كاتب أوغلو. شكرا جزيلا لكما.